السلام عليكم الإخوان المتابعين، كنتمنى تكونوا بألف خير. في هذا البوست اللي حطت كيش 24 وهي جريدة مغربية واللي طرقت فيه أن شقيق وزير دفاع إسرائيل السابق يشتكي بعض أصحاب التاكسيات بمدينة مراكش، واللي على ما يبدو أن سلوكيات بعض أصحاب سيارات الأجرة بمراكش وخصوصا العاملين منهم بمطار مراكش تواصل إساءة للمدينة، ولم يسلم منها حتى كبار بعض المسؤولين من زوار المدينة. إلا أنه ليس كل مرة تسلم الجرة، إذ يبدو أن سلوك سائق هذه المرة استفز وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيريز وشقيقه منحدرين من منطقة أبي الجعد بالمغرب، حيث استقل سيارة أجرة لدى وصولهما لمطار المنارة وطالب إيصالهما لفندق السعدي بالحي الشتوي، قبل أن يفاجأ المسؤول الإسرائيلي السابق وشقيقه بسعر الرحلة. ووفقا لمصادرنا فقد طالب السائق من عمير بيريز وشقيقه 50 أورو، ما جعل شقيق الوزير السابق يجيبه حشومة عليك احنا مغاربة، واخا تاخذنا الكازا ما تحسب علينا 500 درهم، مضيفا بشكل تهديدي أنه سيوصل الأمر لسيدنا لأن الأمر يسيء للمغرب.